السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من الحدث الإيراني، ونناقش فيها تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول أهداف العقوبات على إيران وتهديدات طهران بضرب مصالح واشنطن الإقليمية واستهداف تل أبيب. ولكن بداية دعونا نتوقف مع هذه الطائفة من الأخبار الإيرانية خلال أسبوع. كشفت إيران عن أول طائرة مقاتلة محلية الصنع أطلقت عليها اسم كوثر، فيما شدد الرئيس حسن روحاني على أن الهدف الوحيد من قوة طهران العسكرية ردع الأعداء وإقامة سلام دائم. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الطائرة مزودة بإلكترونيات طيران متطورة ورادار متعدد الاستخدامات، مضيفة أنها محلية الصنع 100%. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تشكيل فريق عمل حول إيران، هدفه فرض احترام العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران، مع المجازفة بفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بإجراءات واشنطن. انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المواقف الأوروبية من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن أوروبا لم تتخذ خطوات عملية لحماية الاتفاق، وطالبها باتخاذ إجراءات تنفيذية لمواجهة العقوبات الأمريكية. أعلنت طهران أن بريطانيا ستساعد في تحديث مفاعل أراك النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وكان يتولى خبراء من الولايات المتحدة والصين بموجب الاتفاق النووي إعادة تصميم مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل للحد من كمية البلوتونيوم الذي ينتجه المفاعل كمنتج جانبي. أعلن موقع فيسبوك عن وقف حملات تضليل خفية على منصته مصدرها إيران وروسيا، مشيراً إلى إغلاق مجموعة حسابات كجزء من معركته لمكافحة الأخبار المضللة قبل الانتخابات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم. أضاف موقع فيسبوك أنه تتبع محتوى بعض الصفحات التي تبين أن بعضها يعود لإيران والبعض الآخر مرتبط بعمليات الاستخبارات الروسية. إذن مشاهدينا، أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، متعهدا بالعمل على تغيير سلوك طهران في إقليم الشرق الأوسط. وتطالب واشنطن وتل أبيب بخروج القوات الإيرانية والميليشيات المقربة منها من سوريا، في حين توافق موسكو الداعم الأكبر للنظام السوري على إبعاد إيران وحلفائها عن الحدود مع الجولان المحتل لضمان أمن إسرائيل. ودعا رئيس الحكومة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبولتون الدول الأوروبية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إيران ووقف تدخلاتها في إقليم الشرق الأوسط من خلال دعم حركات مناهضة للمصالحة الأمريكية والإسرائيلية. طهران ردت على التهديدات وتعهدت بتعزيز قدراتها العسكرية وتوجيه ضربات عسكرية ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية إذا ما تعرضت لأي هجوم من واشنطن أو حلفائها في الإقليم. واعتبر الحرس الثوري الإيراني العقوبات الأمريكية فرصة سانحة لطهران لصناعة النصر وتطوير القدرات العسكرية. نتابع التقرير ثم نعود للنقاش. إسقاط النظام في طهران ليس على قائمة أهداف العقوبات الأمريكية على إيران، هذا ما أعلن عنه جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب. بولتون عاد من تل أبيب، تأكيد المؤكد في سياسة بلاده، فهدف العقوبات يقول الرجل تغيير سلوك طهران ونزع مخالبها ووقف تدخلاتها في إقليم الشرق الأوسط. لكن إعلان واشنطن هذه المرة جاء مختلفا في المكان والزمان وطبيعة شخصية بولتون. فالمكان تل أبيب التي لم تتوقف يوماً في تحريض حلفائها الدوليين والإقليميين ضد طهران باعتبارها العدو الوجودي الأول لها وربما الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي مزقته الصراعات منذ أكثر من 7 سنوات.
تل أبيب استشعرت نبرة العداء في تصريحات بولتون فسارعت لتحريض الأوروبيين على طهران من بوابة الملف النووي، وطالبت بانسحاب إيران وحلفائها من سوريا، الأمر الذي يحظى بدعم واشنطن ودول في الإقليم. أما الزمان فجاء بعد فرض واشنطن لعقوبات هي الأقصى على الاقتصاد الإيراني وتعهدها بالمزيد في مطلع شهر نوفمبر المقبل، عقوبات أججت الاحتجاجات التي انطلقت مطلع العام الجاري تحت شعارين: الأول مواجهة الأزمة الاقتصادية والبطالة والفقر، أما الثاني فهو دعوة المتظاهرين لحكومة بلادهم للانسحاب من الإقليم. أما بولتون فحكايته مع طهران تمتد لسنوات طويلة، لم يتوقف خلالها الرجل التحريض على إيران والدعوة لشن حرب عليها، بل أنه دخل إلى البيت الأبيض من بوابة العداء مع طهران. أجواء التصريحات الأمريكية الأخيرة أثارت قلق إيران، ولعلها قرأت ما بين كلمات بولتون تهديدات تتجاوز حدود العقوبات ونفوذها في الإقليم، لترد طهران على التهديدات بالإعلان عن ولادة طائرة حربية من صناعة إيرانية أطلقت عليها اسم كوثر لتكون باقورة للصناعة الجوية الإيرانية، مضاف إليها ما أنتجته وما تزال من منظومة الصواريخ البالستية، وتوعدت باستهداف المصالح والقواعد الأمريكية في دول الجوار واستهداف تل أبيب الحليف الأقرب لواشنطن. تصريحات وتهديدات تدفع برأي البعض الأمور بين واشنطن وطهران إلى حافة الهاوية، حافة تتمناها تل أبيب وحلفائها في الإقليم، لكنها قد تدفع أيضاً إلى طاولة المفاوضات، فهل تغلب طبول الحرب إيقاعات الحوار؟ مشاهدينا، وللحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، كل من السيد أحمد الأصفهاني الكاتب والمحلل السياسي، ورحب بك، كما أرحب بالدكتور سعد جواد أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن. مرحبا بك دكتور سعد. لو بدأت معك سيد أحمد الأصفهاني، تصريحات بولتون حول إيران جاءت من تل أبيب، ما هي الدلالات أن تأتي من تل أبيب؟ يعني هي بكل بساطة تأكيد لهذا التحالف التاريخي أولا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لكن تحديدا في الملف الإيراني. تل أبيب تنظر الملف الإيراني من زاوية مختلفة نسبيا عن الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إليه من زاوية الاتفاق النووي أو أي اتفاق نووي محتمل، أي عودة إلى طاولة المفاوضات ثم الدخول في اتفاق جديد، بينما إسرائيل تنظر إليه من زاوية الوجود الإيراني وحلفاء إيران في سوريا، أي من الملف السوري. هذا التقارب المختلف يؤدي إلى نتيجة واحدة، أي هي الضغط على إيران من أجل تحقيق مقاسد معينة. ما كشفت عنه تصريحات بولتون بكل بساطة هي ما قد تحدثنا عنه سابقا في هذا المنبر، وأن هناك سقف أدنى تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية هو تغيير سلوك إيران كما كرر بولتون، لكن هناك أيضا سقفا أعلى هو تغيير النظام في إيران إذا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من الوصول بالضغوطات الاقتصادية إلى تغيير النظام، مع أن بولتون شدد على أن هذا ليس سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعارض ولن تكون منزعجة إذا ما حدث تطور داخلي في إيران قد يؤدي إلى تغييرات سياسية. دكتور سعد جواد، هذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها واشنطن على لسان عدة مسؤولين أنه يعني ليس في الأجندة الأمريكية إسقاط النظام الإيراني، إذن ما الذي تسعى إليه إيران الولايات المتحدة حقيقة؟ اسمح لي إذا أخذ تصريح بولتون الأخير، فهذا يقودني إلى الاستنتاج إنه هذا الرجل إما ذاكرته ضعيفة أو لا يقول الصدق، حتى أكون مؤدب قليلا يعني في هذا المجال، لأن هو قبل شهر أو أكثر بقليل في اجتماع للمعارضة الإيرانية في باريس قال لهم بالحرف الواحد: coming November، بحلول نوفمبر تشرين الثاني القادم، سوف لن يكون هنالك حكم إسلامي
في إيران، سوف يتغير النظام وسنعمل على تغيير النظام بهذا التاريخ. فهو حدد هذا التاريخ، وهذا الكلام صدر من عدة جهات أمريكية. ثم بعد ذلك، بعد أن أصدر أو أرسل السيد ترامب تغريدته حول إمكانية لقاء أو عقد لقاء مع القادة الإيرانيين، إذن هل هذا يشير إلى تناقض في المواقف الأمريكية وبالتالي صراعات ربما في التوجهات داخل الدولة الأمريكية؟ يشير إلى تراجع لا هذا يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعاني من انقسام حول العديد من المواقف، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يخص إيران. يعني هنالك من يعتقد أنه إيران يجب أن تحتوى وليس أن تهاجم عسكريا، وهناك الطرف اللي يمثل بولتون وغيره من الصقور اللي يسمون نفسهم، هؤلاء يرغبون في أن يشاهدوا حربا أخرى في المنطقة، على الرغم من كل الإشارات والتجارب السيئة السابقة المتمثلة بحرب العراق والحرب في سوريا والحرب في ليبيا وما نتج عنها من فوضى في المنطقة. والشيء الآخر يمثل أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لحد هذه اللحظة غير، يعني لم تقرر بعد ما هي الخطوة التالية في بالنسبة إلى إيران، لكن إسرائيل تدفع باتجاه أن تكون هنالك ضربة. بالعكس، يعني الحديث، يعني حتى لما ذهب بولتون، الإسرائيليين والصحف الإسرائيلية قالوا عنه أنه هو أكثر إسرائيلية من الإسرائيليين نفسهم. طيب سيد أحمد الأصفهاني، ولكن على أرض الواقع هذه العقوبات الأمريكية على إيران هل ساهمت أو تساهم بالفعل في إضعاف النظام الإيراني في الداخل؟ لا شك أنها ستساهم، لكن النقطة المفصلية ستكون في 22 نوفمبر المقبل، عندما تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية ما هددت به، أي أن يكون هناك صفر تصدير نفط لإيران. هذا مقتل لإيران. حتى الآن لا يبدو أن الدول المعنية بشراء النفط الإيراني ملتزمة بهذا الأمر، لا روسيا ولا الصين ولا تركيا ولا الهند ولا أي دولة أخرى من الدول الأساسية التي تشتري النفط الإيراني ملتزمة بهذا الأمر. لذلك يجب أن نراقب كيفية الضغط الأمريكي على هذه الدول. يعني التصريحات التي تفضلتم بها بالتقرير كانت واضحة، أن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت فريق عمل من أجل مراقبة التنفيذ والضغط على الدول التي لا تلتزم. هذا الالتزام قد يكون مؤشرا مهما جدا لطبيعة ردة الفعل الإيرانية. إذا شعرت طهران بأن هذه الضغوط نجحت، وأنا أشك أنها ستنجح كاملة، قد تنجح جزئيا، إذا نجحت سيكون هناك موقف إيراني مختلف تماما. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ستراقب، لأن هذا السقف الأعلى الذي يمكن أن تضغط به عقوبات، أي توقف النفط الإيراني. إذا فشلت عندها يمكن أن نشاهد ما يمكن أن نسميه فتح أبواب للخروج من المأزق، يعني كما يقولون الذي أصعد الحمار إلى الشجرة هو الذي سينزله. إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية السقف قطع النفط فشلنا، إذن ماذا بعد؟ هذا ماذا بعد هو الذي سيحدد طبيعة المسار الإيراني الأمريكي بعد نوفمبر. دكتور سعد جواد، البولتون تحدث عن تغيير سلوك النظام، ما الذي قصده بتغيير سلوك النظام؟ هل قصد التغيير على المستوى الداخلي أم الخارجي أم الاثنين معا؟ لا، هو المقصود من كلامه واضح، الانسحاب من سوريا، تخفيف الوجود في العراق، عدم تهديد إسرائيل، عدم تصدير الثورة حسب تعبيرهم هم، هذه المسألة، هذه كلها هو المقصود بتغيير السلوك. لكن الحقيقة هي تغيير النظام هو الهدف الأساسي. لكن أنا لا أعتقد أنه، لأن كل تجارب يعني اللي فرضت العقوبات على كل الدول لم تغير النظام، أي عقوبات لا تغير النظام، من الصعب أن يعني تحدث مشاكل نعم، لكن لا يمكن أن تغير النظام. بنفس الوقت الآن هنالك مشكلة داخل أمريكا تهم الرئيس ووجوده، رئيس ترامب ووجوده في الحكم بعد الفضيحة اللي تمثلت في اعترافات المحامي التابع له أو محامي الخاص، وهذه يعني بدأت التضييق على الرئيس،
وحريته في اتخاذ القرارات تتقلص نتيجة لمشاكله الداخلية عفوا. فهذا أيضا يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار، هذا طبعا يصب في مصلحة إيران. ثانيا أن الدول قاطبة، خاصة الدول اللي تحدث عنها الأستاذ أحمد المستوردة للنفط، لحد الآن لم تقل أنها ستلتزم بالعقوبات. نعم شركات أوروبية انسحبت، مشاريع أوقفت، لكن المشكلة الحقيقية والمسألة الأساسية هي النفط. إيقاف النفط الإيراني سيرفع سعر النفط كثيرا في المنطقة، وبالتالي هذا في غير مصلحة الصين والهند وروسيا وتركيا وغيرها من دول المنطقة جنوب شرق آسيا. فهذا هو أيضا معيار. الدول الأوروبية لحد الآن لم تقرر فيما إذا كانت ستلتزم التزاما كاملا. نعم الشركات خافت بدأت تنسحب، لكن الدول الأوروبية لا تزال تتحدث عن إيجاد صيغة بالنسبة إلى العلاقة مع إيران. سيد أحمد الأصفهاني، يعني بالحديث عن تغيير سلوك النظام سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، هذا النظام الذي قام منذ عام 79 على بتركيبة معينة وعلى شعارات معينة، تغيير سلوكه اليوم سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ألا يؤدي في النهاية أو يمكن أن يؤدي إلى انهياره؟ يعني دعنا نسأل السؤال بطريقة مواربة إلى حد ما. ماذا تعني إيران إذا تخلت عن كل هذه المطالب التي تفضل الدكتور جواد بالإشارة إليها؟ ماذا تعني سياسيا؟ ماذا تعني إقليميا؟ بل ماذا تعني إيديولوجيا؟ يعني الموقف من فلسطين، من سوريا، من لبنان، من اليمن، هذه المواقف الإيديولوجية السياسية المصلحية يجب أن لا نفرق كثيرا، لأن المصالح مرات تخدم الإيديولوجيا والإيديولوجيا تخدم المصالح. إذا تقررت طهران التخلص أو تخلي أو فرض عليها التخلي، ماذا تبقى من إيران؟ لذلك في رأيي يجب أن ننظر إلى هذه المطالب الأمريكية كنوع من ورقة أولى للتفاوض. نحن نطالب بكذا وكذا وكذا وكذا، ماذا تريدون؟ النقطة الأساسية، السؤال الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية تطلب هذا التغيير في السلوك. إذا تناسينا مؤقتا، وأنا أوافق مع الدكتور جواد، إذا تناسينا مؤقتا الطموح الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية وهو إسقاط النظام في طهران، إذا تناسينا هي تريد أن تغير السلوك، طيب ماذا سيحدث إذا لم تغير طهران السلوك وفرضنا هذه الدرجة القصوى من العقوبات ولم تؤدي إلى نتيجة، ماذا بعد؟ الحرب، ضربات عسكرية. أنا أتأكد مؤكد تماما أنه لا أحد يفكر، حتى إسرائيل حاليا لا تفكر بحرب ضد طهران أو حلفاء طهران لاعتبارات عديدة لها علاقة بالوضع الاستراتيجي الداخلي وما شابه ذلك. يضاف إلى ذلك أن الحرب التي شنت على العراق في العام 1991 على سبيل المثال، بغض النظر عن مجلس أمن الدولي، كانت في وقت لم تكن هناك في قوى تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن هناك روسيا الصاعدة التي تحاول أن تفرض وجودها، لم تكن هناك الصين أيضا، لم تكن هناك دول عديدة بدأت حتى في أوروبا بدأت تشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية مضت كثيرا في سياسة الولايات المتحدة أولا. إذن هناك متغيرات استراتيجية، فالأرجح أن طهران يمكن أن تقبل التفاوض، لا أقول أنها لن تتفاوض، لكن ضمن شروطها هي أيضا وليس فقط ضمن الشروط الآخرة. دكتور سعد جواد، طهران طالما أعلنت بأنها تقاتل في هذه، لديها بالتأكيد أجندتها مقابل الأجندة الأمريكية، وهي طالما تحدثت عن أنها تقاتل في سوريا والعراق واليمن وغيرها لكي لا تضطر إلى القتال في طهران، وبالتالي هل يمكن لإيران أن تتخلى أو تتراجع عن أجندتها الإقليمية؟ هذا أمر صعب. ليش؟ لأن الطرف الآخر لا يرسل أي إشارة إنه هو مستعد على تهدئة الأمور في المنطقة. بالنسبة للقضية الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في كل الجوانب، وآخر قرار كان اعتبار القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل وأنه هي العاصمة الأبدية، والحديث عن صفقة القرن وحل المشكلة بتناسي القدس وبتناسي الحقوق الفلسطينية وبتناسي حل الدولتين، وبالتالي هذه المشكلة قائمة، وهذه مشكلة طالما ظلت قائمة فهنالك مجال واسع للتدخل الإيراني والنفوذ الإيراني في أن يستمر في هذا المجال. في سوريا
الأحاديث الكثيرة التي صدرت عن الوصول إلى حل سلمي وعن التفاوض وعن حل المشكلة بالطريقة التفاوضية، وروسيا تدخلت وتفاوضت مع أمريكا وحصل كلام عن أن هنالك توافق لحل المشكلة بصورة سلمية، عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تزويد فصائل تابعة أو مؤيدة لها بالأسلحة والدفع باستمرار الحرب والقتال في سوريا. فإذا هذا الوضع أيضا يشجع إيران ويدفع إيران ويساهم في أن تستمر إيران في التواجد في سوريا. في العراق لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية أي شيء يقود إلى تخفيف أو يعني تقليم أظافر إيران في العراق، بالعكس فتحت الباب واسعة للإيرانيين في أن يدخلوا وأن يتدخلوا وأن يتواجدوا في الأراضي العراقية، وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية وتركت إيران في العراق. لا يوجد أي دليل، يعني الآن الحديث كله عن الوجود الإيراني في العراق وهو المسيطر على السياسة وعلى الحالة في السياسية في العراق. فإذا بوجود هذه الحالات كيف يمكن أن نتصور أن الولايات أو أن إيران ستنسحب أو سيقل نفوذها أو أن كلام الولايات المتحدة الأمريكية سينفذ؟ ولكن دعني فيما تفضلت به حول القضية الفلسطينية، أنت وكأنك تقول بأنه إيران هي الحاملة لهذه القضية الفلسطينية وهي المدافع عنها. أنا أقول هنالك من يعطي العذر أو من يعطي السبب لإيران لأن تستمر في الحديث بهذه الصيغة، يعني إذا لا يكون هنالك حل للمشكلة الإيرانية أو للخلاف الإيراني الأمريكي حول الاتفاق النووي، عاد اتفاق نووي، ستستمر إيران بالدعوة إلى السياسة المتطرفة في هذا المجال. نعم. لكن لو وصلت حل ورفعت العقوبات وحصلت مفاوضات، أنا متأكد أنه إيران يمكن أن تخفف من هذا الحديد أو تنسحب لأن مصلحتها هي في هذا المجال. طيب دعونا نشرك معنا دكتور ناجي البطة الباحث في الشؤون الإسرائيلية، ينضم إلي عبر الهاتف من غزة. أرحب بك دكتور البطة، ما هي الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية في مواجهة السلوك الإيراني في المنطقة وتحديدا فيما يخص القضية الفلسطينية؟ ربما تحية للمشاهدين. يعني أن أمريكا هي الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني، وأعلنت أكثر من مرة بأنه أمن الكيان الصهيوني هو امتداد للأمن الأمريكي، وبالتالي أي قوة في المنطقة تحاول يعني المس أو تحجيم أو تهديد أو التدخل في نظرة الكيان الصهيوني أو الاحتلال الصهيوني للمنطقة في عدم الترتيب من المواصفات الإسرائيلية تدخلا أو تهديدا مشروع أمريكا في المنطقة أو الكيان الصهيوني. وبالتالي نتكلم عن إيران، يعني إيران دولة إقليمية لها أجندة واضحة ولها رسالة واضحة، وأعتقد أن نقاط الخلاف بين الأمريكا والإيرانيين فقط على وجود وجودهم في سوريا وأي مكان آخر من أوليبيا أو أي مكان آخر. وبالتالي يعني هو الموضوع أمن وحماية الكيان الصهيوني أولا وأخيرا. نعم. طيب دكتور ناجي البطة، يعني السؤال ربما لماذا يجب استشارة إسرائيل في كل ما يخص شؤون المنطقة وخاصة فيما يتعلق ربما بإيران؟ لأن الاحتلال الصهيوني هو المختص الوحيد أمريكيا وأوروبيا في الهيمنة على المنطقة وإعادة ترتيب المنطقة، وبالتالي أي تدخل آخر هو ينافس التدخل الإسرائيلي، وربما يعني في حالة المنافسة تصل إلى حالة الاحتكاك إذا كان هناك احتكاك عسكري كما يمكن أن يحدث في سوريا على سبيل المثال. وبالتالي أي إزعاج كما قلت بالنسبة لوجود هجمنة الكيان الصهيوني على المنطقة، هنا بالطبع أود أن أشير أن لا وجود أو هناك إلغاء كامل لشيء اسمه أنظمة عربية، يعني لا وجود في المخطط الصهيوني في المنطقة لوجود شيء اسمه أنظمة عربية، هذه كأنها غير موجودة.
لكن الان الذي اصبح يهدد هذا يعني هذه الهيمنه الصهيونيه المطلقه على المنطقه هو المنافسه الايرانيه خاصه على الساحه السوريه واللبنانيه. طيب. وربما بشكل مؤثر القادم. دكتور ناجي، يعني بولتون اكد ان بلاده لا تسعى لتغيير النظام في ايران، ماذا عن اسرائيل؟ هل لديها نفس التوجه ام الامر مختلف؟ باختصار لو سمحت. يبدو فقدنا الاتصال مع دكتور ناجي البطة. على كل حال مشاهدينا، سنتوقف مع فاصل قصير ثم نواصل واياكم في هذا الحوار، تابعونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الحدث الإيراني. نحن نتحدث حول تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون التي كشف فيها عن أهداف العقوبات الاقتصادية على إيران والتي لا تتضمن إسقاط النظام. عاد إلينا دكتور ناجي البطة من غزة، أرحب بك من جديد دكتور ناجي. كنت سألتك قبل الفاصل عن أنه بولتون أكد بأنه ليس من أجندة الولايات المتحدة إسقاط النظام في إيران، ماذا عن إسرائيل؟ يعني عدم الوضوح في الكلام هو يدل على النوايا السيئة للإدارة الأمريكية الجمهورية المتطرفة ضد المنطقة بشكل عام وضد إيران بشكل خاص. الموضوع كونك أنت تتكلم عن عدم إسقاط النظام ولكن تغيير السلوك، ما هو تغيير السلوك؟ أن يكون النظام عميلا لأمريكا بكل بساطة، وبالتالي يعني أعتقد أن هذه السياسة الخرقاء التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وما كان يعني آخرها اليوم باتجاه رفع الرسوم جمركية إضافية على الصين على منتجات صينية وكانت قبلها تركيا، يعني السياسة أعتقد أنها لا أقول متخبطة بل هي تهدف إلى مزيد من الهيمنة الأمريكية على العالم. لكن في كل الأحوال إذا كان هناك من يقبل بالهيمنة الأمريكية فليكن، هذه سياسات عالمية، ولكن من لا يقبل ويرفض ويعتبر ذلك يمس بسيادته و في سياسته الخارجية في الحق في ممارسة السياسات الخارجية كما هو الحال لإيران، فأقول لك أن الموضوع ليس موضوع كما قال بولتون تغيير سلوك النظام، لا هو تغيير النظام نفسه بحيث يصبح نظام قابل للترويض الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. نعم، ابقى معي لو سمحت دكتور ناجي. سيد أحمد الأصفهاني، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لتأسيس ربما تحالف دولي أو إقليم دولي إقليمي لتحقيق هذا الهدف وهو تغيير النظام في إيران في النهاية؟ يعني هذا ما يمكن أن نستشفه من المسار الأمريكي في التعامل مع إيران. يعني قبل فترة، أعتقد قبل شهرين تقريبا، تسربت معلومات بالصحافة الأمريكية أن المخابرات المركزية الأمريكية شكلت خلية عمل من أجل التحرك داخل إيران لإسقاط النظام. لا أحد يستطيع أن يؤكد، هي معلومات نشرتها الصحف الأمريكية، لكن فريق العمل الذي تفضلتم بالإشارة إليه في مقدمة التقرير واضح تماما أنه يشمل مجموعة من القضايا. ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية عمليا من طهران؟ يعني هي تدرك المكان الاستراتيجي لإيران، هي أدركت هذا المكان منذ الخمسينات، ونحن عندما نتحدث عن إيران كما نتحدث عن تركيا مثلا، كما نتحدث عن مصر سابقا، مصر وضعها المختلف الآن، هذه دول إقليمية أساسية لها مدى حيوي تتحرك فيه. تركيا لها مدى حيوي، إيران لها مدى حيوي،
وإذا ركزنا على إيران يجب أن نتذكر أن التدخل الإيراني في المنطقة ليس جديدا، حتى في زمن الشاه، وأنا أذكر تماما هذا الأمر، تدخلوا في لبنان، سقط قتلى في لبنان، صراع بين الشاه وأنصار ومعارضيه، تدخل في العراق، دعم الأكراد ضد نظام صدام حسين، مما دفع الحزب البعث لتشكيل جبهة شعبية لتحرير الأحواز كما أتذكر، ثم جاء اتفاق الجزائر ليوني. تدخلت إيران في شبه الجزيرة العربية لمنع الحركات الثورية في شبه الجزيرة العربية خصوصا في الجنوب. بالضبط. إذن هذا المدى الحيوي الآن أخذ شكلا آخر. الولايات المتحدة الأمريكية تريد لهذا المدى الحيوي أن يصب في مصلحتها. فبالتالي إذا استطاعت من خلال التفاوض أن تغير هذا المسار، وأنا أستبعد ذلك، كان به. إذا لم تستطع فالهدف الاستراتيجي الأبعد مع حلفائها في المنطقة، وهم كثر الآن، لأنه هناك إعادة ترتيب، نوع من لنقل السنارة التي تلقى في البحر لصيد سمكة، هم يلقون سنارة الصفقة الكبرى لمعالجة الوضع الفلسطيني، هم يزتون السنارة الكبرى لمحاربة الإرهاب. هذه السنارة إذا استطاعت أن تلتقط إيران فتكون نصرا استراتيجيا، لكن أرجح أن يكون هناك مواجهة أبعد بكثير من هذا الأمر. دكتور سعد جواد، يعني الولايات المتحدة تريد أن تصب هذه التدخلات الإيرانية في صالحها كما يقول السيد أحمد الأصفهاني. إذن يعني إسرائيل، إذا لما لاحظنا إسرائيل ليست منزعجة من تدخل إيران في اليمن مثلا، أو حتى في العراق أو في غيره، ولكن هي منزعجة من هذا التدخل في سوريا مثلا، وبالتالي ليس هناك علاقة للمبادئ أو للقوانين الدولية ربما، ولكن هي لغة المصالح التي تتحدث، وإذا ما تم التوافق على هذه المصالح يمكن أن يتفاهم الجميع. يعني هذا سؤال بشقين. الشق الأول بالنسبة إلى إسرائيل، طبعا إسرائيل يهمها أن تبقى كل الدول العربية بهذه الصورة المبعثرة، الحروب الداخلية المجزأة والتقسيمات الطائفية والقتال الداخلي والضعف المستشري، هذا كله يصف في مصلحتها، وهي تأيد بصورة كاملة، يعني لا يمكن أن يختلف أحد على هذا الشيء. لكن بالنسبة إلى سوريا وبالنسبة إلى حزب الله المسألة مختلفة. موقف الإيراني هناك يعني تهديد لإسرائيل، وبالتالي فهي تحاول أن تضرب ضربة قاسمة أو تحاول أن تنهي إذا استطاعت. المشكلة الثانية والأهم في هذا الموضوع أن الولايات المتحدة لا، يعني يبدو أنها لا تعلم ماذا تريد. يعني إذا يصل الأمر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعدي دولة مثل تركيا وتفرض عقوبات على دولة مثل تركيا، الحليف المهم والحليف الحلف الأطلسي والقاعدة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية في آسيا وفي مواجهة روسيا الآن، وكانت الاتحاد السوفيتي، يصل بها الأمر إلى هذا الحد. يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية في وضع لا يفرق بين الأصدقاء والأعداء، بين من هو خطر ومن هو حليف، إذا هي تدفع بحلفائها إلى هذه الحافة من الهاوية، فإذا المشكلة، إذا هناك مشكلة في السياسة الأمريكية يجب أن تعالج. لما تستعدي دولة مثل الصين بهذه القوة الاقتصادية الكبيرة، لما تهمل دولة مثل دول مثل باكستان والهند وتضعهم في خانة أنهم أيضا أعداء محتملين أو يجب أن يفرض عليهم عقوبات، هذه كليتها تؤدي إلى أن طبعا مكانة روسيا ترتفع، مكانة الصين ترتفع، وكذلك مكانة إيران في المنطقة وتركيا ترتفع أيضا. نعم، هو ترامب وضع حتى أوروبا حلفاء، وحتى أوروبا طبعا. نعم، أنا أوروبا ما تحدثت عنها لأن ليست في هذا الطرف، لكن يستعدي حتى الدول الأوروبية في سياسته. نعم. طيب دكتور ناجي البطة، سيد أحمد الأصفهاني تساءل أكثر من مرة في هذه الحلقة أنه إذا فشلت العقوبات الاقتصادية على إيران ماذا بعد؟ هل تعتقد أننا يمكن أن نشهد حروب ربما ضد أذرع إيران في المنطقة مثل حزب الله، مثل الحوثي في اليمن، وأيضا مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة أذرع لإيران؟ يعني هي خطوط متوازية. يعني ربما أتفق مع الأستاذ أحمد في موضوع الحوثيين في اليمن،
وحزب الله وسوريا وايضا الجهاد الاسلامي في غزه، يعني دعني اكون دقيقا في التوصيف. ولكن يعني ربما يكون حماس الى حد ما هي صحيح تعتبر جزء من منظومه المقاومه في المنطقه، لكنها ليست تحت العباءة الإيرانية بالشكل المطلق. وبالتالي يعني دعني أعيد صياغة سؤالك فيما تفضلت بإجابة بتساؤل آخر عبر عنه يوم أمس أثناء تكليفه برئاسة وزراء باكستان رئيس الوزراء إسماعيل خان، عندما قال نحن نريد من أمريكا أن تعتبرنا أصدقاء لا عملاء. إذا فشلت العقوبات الاقتصادية على إيران فربما تدخل يعني أمريكا كما هو الحال على سبيل المثال في اليمن، هي تدعم بشكل مطلق كل من السعودية والإمارات ضد الحوثيين وتوفر لهم يعني كل الإمكانيات الاستخباراتية من معلومات ويعني دعم لوجستي. وبالتالي يعني هناك لا أقول مواجهة مفتوحة مع إيران، بل هناك ربما يعني دعني أقول بشكل موضوعي وحيادي واحترافي كما يقولون في العراق، أنا أعتقد أن هناك توافق بين الرؤية الأمريكية والإيرانية وكذلك في أفغانستان. ولكن النقاط كما ذكرت التي تمس كيان الاحتلال الصهيوني كسوريا وحدودها في الجولان ولبنان وحدودها الشمالية مع الاحتلال، وربما في المستقبل لو أن الحوثيين هددوا مضيق باب المندب وتدفق التجارة من خلال ما يعرف بميناء إيلات الذي يمر في البحر الأحمر، ربما تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الآن لكن دعني أقول العقوبات الاقتصادية تأتي كلها، يعني الريال الإيراني تضعضع بشكل كبير جدا، وكذلك البعد الأمني الذي لا نعرف كنه وتفاصيله لأن الموضوع الأمني موضوع عميق وغير واضح الآن. طيب إذا كباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور ناجي، إذا كان هناك توافق إيراني أمريكي في بعض الملفات، ما هي الخلافات إذا بين الرؤية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة؟ بين الرؤية الأمريكية والإسرائيلية لا خلافات، الخلافات هي أن الإدارة الأمريكية خلف المخاوف الإسرائيلية في أن تشوش يعني إيران في تدخلها في سوريا، وبعد أن حسم النظام في سوريا وضع الساحة السورية في موضوع الثورة التي تطورت إلى ثورة مسلحة، ربما يكون لإيران موطئ قدم، لأن إيران دعني أقول لك كما قال أحد مستشاري يعني مرشد الثورة قبل تقريبا عام بأن إيران أصبحت الآن في دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء. وبالتالي يعني إيران لديها أجندة ولديها رسالة ولديها يعني أطماع إقليمية كدولة قوية. وأنا يعني أخذ من أحد ضيوفك الكرام الذي قال بأن دول بوزن إيران وتركيا ومصر دول وازنة ومحورية في المنطقة، لكن يعني مصر خرجت من يعني من هذا الوزن أو فقدت وزنها نتيجة الأحداث التي تشهدها، وكذلك تركيا غير قادرة عن التعبير عن ذاتها بالشكل القاد التي تمارسه إيران في المنطقة. وبالتالي أقول لك إيران أصبحت الآن قوة إقليمية، ربما الكيان الصهيوني منزعج لأنها أصبحت تنافسه في السيطرة والهيمنة على جزء من المنطقة يعتبر الكيان هي تقليديا منطقة تابعة له. وبالتالي هو عندما يرسل طائراته ويقصف في العمق السوري باتجاه تركيا في منطقة حلب، هو يعطي رسائل للإيرانيين بأنه غير قابل، الإيرانيون غير مسموح لهم بأن يكونوا جزء من تشكيلة المنطقة في المستقبل. أشكرك جزيلا دكتور ناجي البطال باحث في شؤون الإسرائيلية، كنت معي عبر الهاتف من غزة. سيد أحمد الأصفهاني، هل تستطيع إسرائيل إذا ما انسحبت إيران من المنطقة، هل تستطيع إسرائيل ملء هذا الفراغ أو أي دولة إقليمية ربما غير إيران؟ أستبعد لسبب بسيط جدا، لأن التيار الشعبي العام لا يقبل بهذه الهيمنة الإسرائيلية وإن كانت موجودة على أرض الواقع. إسرائيل قلقة ليس من النفوذ الإيراني بالمطلق، هي لا تمانع مثلا أن يكون هناك نفوذ في اليمن حتى في العراق،
لكن مخاوف إسرائيل هي من الوجود الإيراني أو النفوذ الإيراني أو حلفاء إيران على الحدود. يجب أن ننظر إلى الخريطة. هناك نموذجان مقاومان، واحد في الجنوب غزة وواحد في جنوب في شمال فلسطين هو لبنان. هذان النموذجان قدما خلال العقدين الماضيين صورة مختلفة تماما لقدرة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني على مقاومة الاحتلال ومنعه، أو على الأقل خلق نوع من التوازن، توازن الرعب. قلق إسرائيل هو أن تتحول الجبهة السورية أيضا إلى هذا المجال، بغض النظر عن طبيعة الحكومة أو الحكم الذي سينشأ في سوريا لاحقا. لا أتصور أن أي حكم في سوريا بغض النظر عن من يكون يمكن أن يقبل بما تحاول إسرائيل الآن الحصول عليه من الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بضم جولان. لا يستطيع أي حاكم سوري كائن من يكون أن يقبل بهذا الأمر. فبالتالي أن تكون هناك جبهة غزة وجبهة لبنان ثم جبهة سوريا، الأردن لا شك أنه سيتأثر، هذا ما يقلق إسرائيل. وبالتالي لا مانع عندها من النفوذ الإيراني في أفغانستان مثلا. لكن أن يكون هناك نموذج مقاوم جديد تدعمه إيران حول فلسطين المحتلة، هذا هو الخط الأحمر بالنسبة لإسرائيل. ولكن النظام في سوريا قدم الضمانات لإسرائيل للهدوء في جبهة الجولان. على كل حال دكتور سعد جواد، من الذي يمكن أن يملأ هذا الفراغ إذا ما انسحبت إيران من المنطقة؟ أنا يعني أتصور أيضا أنه من الصعوبة أن أشاهد إيران تنسحب من كل هذه المناطق وتتركها هكذا بدون أي نفوذ. أولا يجب أن تضمن أنه في سوريا سيبقى هنالك مجال لنفوذ إيراني متى ما أرادت أن تتواجد أو أن تعود، وكذلك في جنوب لبنان وكذلك في العراق. القدرة للولايات المتحدة الأمريكية كانت يعني ممكنة بعد 2003 أن هي أن تملأ الفراغ بعد احتلال العراق، لكن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية الغبية و يعني سياستها في أن تخلق فوضى وليس تهدئة المنطقة هو اللي أدى إلى أن تدخل هذه الأطراف كلها، سواء كانت منظمات إرهابية، دولة الإسلامية وداعش، وسواء كانت إيران، سواء تركيا، وحتى بعض الأطراف الخارجية مثل روسيا. هذا كله نتيجة للسياسة الأمريكية. وبالتالي المنطقة الآن أصبحت من العسير على أي قوة أو على أي نفوذ يستطيع أن يقول أنا أستطيع أملأ الفراغ هذا إذا ما انسحبت إيران، لسببين: السبب الأول أنه إيران لن تنسحب، والسبب الثاني أنه أي طرف آخر لا يملك من القوة باستثناء روسيا قليلا في سوريا أن تقول نحن على استعداد لأن نملأ الفراغ. أنا قلت لك في سوريا روسيا قالت للولايات المتحدة الأمريكية وللإسرائيليين نحن على استعداد إلى أن نبعد الخطر الإيراني عن إسرائيل أو أن نحجم الوجود الإيراني في سوريا، شريطة أن يكون هناك نهاية للحرب الأهلية في هناك. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم توافق على هذا الشيء واستمرت في هذه العملية، والمعارضة مستمرة في سوريا والقتال مستمر في سوريا. فمن يستطيع أن يملأ هذا؟ هذه مناطق مفتوحة الآن لكل الأطراف. يعني بالمناسبة هي ليست فقط إيران من يتدخل، دول صغيرة خليجية بدأت تتدخل في هذه المناطق وتدفع أموال هائلة على هذا الشيء وتفرض نفوذها في هذه المناطق. طيب سيد أحمد الأصفهاني، ما هي استراتيجية إيران في مواجهة هذه الضغوط؟ في المرحلة الحالية إيران تتحفز وتنتظر، تنتظر طبيعة العقوبات وإلى مدى تأثيرها على الداخل الإيراني. أولا في النقطة الاستراتيجية هي الداخل الإيراني، أنت لا تستطيع أن تمارس نفوذك في المدى الحيوي إذا لم تكن تنطلق من قاعدة صلبة داخليا. ستراقب. حتى الآن هناك دعم روسي صيني واضح لهذا الأمر، يعني روسيا أبلغت بولتن في اجتماع كان واضحا خلال بولتن مع مستشار الأمن القومي الروسي في جنيف أنها ليست في وارد الضغط على إيران للانسحاب من سوريا، أبلغوه. هذا أمر مفروغ. إذن نحن في هذه المسألة أمام مشكلة بسيطة جدا. إيران ستراقب، أوروبا مثلا، سأعطي مثالا أوروبا،
أمس تحديدا أوروبا فعلت برنامج مساعدة لإيران. نعم. جزء 18 مليون يورو كجزء من 50 مليون يورو. 50 مليون مش مليار. نعم. في المرحلة الأولى. إذن أوروبا إلى حد ما تحاول أن تقدم فتاتا لإيران كي تبقيها على هذا الاتفاق. إذن إيران ستراقب. إذا رأت أن هذه الضغوطات الاقتصادية لم تفعل شيئا خطيرا جدا في الداخل، إذن هي ستلتزم بهذه السياسات. لكن إذا بدأ الأمر يحدث خطرا داخليا، عندها أوراق كثيرة يمكن أن تفعلها، أوراق إقليمية وأوراق دولية. دكتور سعد جواد، أوراق كثيرة يمكن أن تفعلها إيران، وبالتالي ما هي السيناريوهات المحتملة للمستقبل؟ هل نتحدث عن استمرار للحصار الاقتصادي وبالتالي مواجهة اقتصادية وربما سياسية ربما عبر أدوات، أم نتحدث عن مواجهة عسكرية؟ يعني احتمال المواجهة العسكرية الكبرى كما حدث في العراق أمر شوية مستبعد في المستقبل المنظور. لكن بالتأكيد هنالك تصعيد ومحاولات جارية لخلق أزمات وتظاهرات و احتجاجات كبرى وقد تكون مسلحة في داخل إيران، وهذا دليل على أنه التصميم على تغيير النظام هو هدف أمريكي ولكن بطرق غير مباشرة. وللمعلومات طبعا هذا أنا أسمعته من أشخاص لديهم معلومات عن هذا الموضوع، يقولون أنه مستوى الطيران والإمدادات العسكرية التي تحط في إقليم كردستان العراق في منطقة أربيل وصل من المستوى الكبير بحيث أنه لا أحد يعلم إلى يعني إلى من تذهب هذه الإمدادات والمساعدات العسكرية، وطبعا هم يرجحون أنها تذهب إلى داخل إيران. الشيء الثاني أنه المسألة تعتمد على ما سيجري في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر القادمة حول موقف أو مستوى أو مصير السيد ترامب وسياسته الداخلية. والسيناريو الآخر أنه إيران تصعد من نفوذها وتصعد من تواجدها، ولو هذا مستبعد لأن هي الآن تريد أن تخفف، هم دهات في, 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 في التفاوض وفي منع احتكاك مثل ما حصل ما بين الدول العربية والولايات المتحدة، يرخون الحبل ومثل ما نشاهد الآن في العراق، يعني هم يحاولون أن يرضوا الولايات المتحدة الأمريكية في صيغة الحكومة القادمة ولا يدفعوا برئيس وزراء داعم كاملا إلى إيران، لكن يدعمون أي شخص تفضل إيران. نعم. تفضل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن فيلق القدس موجود وسليماني موجود والنفوذ الإيراني موجود. وماذا عن الوصول إلى احتمال الوصول إلى تسوية ربما؟ وهذا احتمال جدا وارد بسبب بسيط. أنا قلت سابقا وأكرر أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع قيمة كبيرة للتحالف مع إيران، أكبر بكثير من قيمة أي تحالف مع أي نظام عربي موجود الآن. أشكرك جزيلا دكتور سعد جواد أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن على حضورك معنا، كما أشكر السيد أحمد الأصفهاني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم بخير.